السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. مصر عامل وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالدقهلية. خبر بيقول لقى عامل مصرع وأصيب 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجمصة أمام مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية. تلقى لواء مدير أمن الدقهلية اختار من مدير المديرية بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال أمام مدينة المنصورة الجديدة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث جمصة إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إن في سيارة ربع نقل محملة بالعمال جاية من منطقة حفير شهاب الدين، ونتيجة السرعة والتخطيط الخاطئ انفجر إطار السيارة مما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن وفاة شخص وإصابة 15 تانيين من العمال، وتم نقلهم مستشفى جمصة المركزي ومستشفى دمياط ونقل المتوفي إلى المشرحة، وجري تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.